بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اقتحام قرية عين العبد تم اغتنام هذه الأسلحة من عصابات المجوس، وهذه الأسلحة ذخائر بي كي سي وحشوات ار بي جي متنوعة، بالإضافة إلى أقنعة واقية، بالإضافة إلى قنابل يدوية ومناظير وبعض الأدوية وقاذف ار بي جي. تم السيطرة على هذه الأسلحة من قبل الكتائب كتيبة الحسن بن علي، لواء أبابيل حوران، لواء السبطين، التابع لأحفاد الرسول، لواء أحرار الجولان، لواء تبارك الرحمن، لوجة حوران، لواء توحيد الجنوب. والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله أكبر.